خلينا يا محمد نعرف انت ازاي اكتشفت موهبتك في الغناء؟ اكتشفت كده موهبتي، صحابي هم اللي اكتشفوا موهبتي. يعني كنا بنغني بقى في المدرسة، في المدرسة من زمان، في الطابور الصباح الإذاعة. بغني في الحفلات الختام، يعني ختام الترمات وكل سنة. لا بس يا محمد، انا كنت بغني في الطابور وما عنديش موهبة ولا حاجة. عايز اعرف اكتشفت ازاي. انا كنت بغنيها من زمان، من وانا في قطر. يعني انا طفولتي كانت في قطر لغاية سنة تانية اعدادي، وجيت في مصر برضو مع مدرس المزيكا بغني برضو في الطابور وفي الإذاعة ومش عارف ايه، لغاية لما ابتديت اغني مع اصحابي. يعني صحابي كل كنت بقلد في الاول محمد فؤاد، اقلد عمرو دياب، اقلد مصطفى قمر، اقلد حماده هلال، جورج وسوف، لغايه لما اكتشفت ان انا ليا صوت بقى مميز. يعني انا كنت بقلد عن طريق اصدقائي هم. بس انت الى الان مش بتقلد يعني دلوقتي؟ ما لا خلاص، انا ليا صوتي.